عبقرية الأصحاب مباراة مهمة جدا في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. البؤساء 30، الحصان الأسود 20. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة 4 أسئلة، 1 لـ1، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. شروق وغادة، تفضلوا. شروق وغادة، غادة وشروق. وسؤال في المعلومات العامة بـ10 نقط، وروح رياضية. تمام، معلومات عامة. والسؤال هو: برنامج تلفزيوني كان يذاع على القناة الأولى وتقدمه الإعلامية روية راشد عن عالم الجريمة، فما هو؟ خلف الأسوار؟ خلف الأسوار، إجابة صحيحة. خلف الأسوار هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط مهمين جدا للبؤساء 40، البؤساء الحصان الأسود 20. وسؤال في الرياضة: ثروت وأبو المجد، أبو المجد وثروت، المباراة ممكن تهرب. رياضة. والسؤال هو: من هي كابتن منتخب مصر لكرة القدم النسائية وأول مصرية تدرب فريق كرة قدم للرجال؟ كابتن منتخب مصر، ولا احنا بس نبقى عارفين الاهلي والزمالك؟ تلعب في فريق الطيران كمان. ما فيش اجابه. في حد عنده الاجابه؟ لا طبعا ما حدش عنده الاجابه. لازم نبقى عارفين مين كابتن منتخب مصر، صح ولا غلط؟ مفروض. لعلمك هي معتمده من الدوري الانجليزي كمدربه كمان. مين بقى؟ نحيي كلنا كابتن فايزة حيدر. تفضلوا. السؤال الثالث في التكنولوجيا، سناء ونور، نور وسناء، وفي روح رياضية. ايدك على البازر، اول مرة بقى ما عندكيش خبرة. بصي دخلت ايدي على البازر على طول. استعدي. فاكرة نفسك قاعدة في البيت بتجاوبي؟ لا. تكنولوجيا. والسؤال هو: في مجال شبكات الكمبيوتر إلى ماذا يرمز حرف البي في الاختصار UDP، والذي يبدأ بيوزر ديتا جرام؟ ديتا جرام ايه؟ يوزر ديتا جرام ايه؟ حرف البي هيبقى ايه؟ بروتوكول. بروتوكول، إجابة صحيحة. طبعا بروتوكول. برافو عليك يا سناء. بص يا نور بقى، الخبرة في إن الإجابة تكون مش عندك بس تفكري. هي فكرت، هي مش عندها الإجابة، يعني سناء ما كانش عندها الإجابة بس هي فكرت. البي stands for بروتوكول. كده النتيجة 50، البؤساء الحصان الأسود 20. سؤال في القدرات الذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 60 + 450 + 5 + 50 / 2 يساوي كام؟ إجابتك 50. 50 إجابة صحيحة. المشكلة اللي حصلت إيه؟ إن أنت ركزت على البازر قبل الكاونتر، فاهم قصدي؟ هارد لك، هارد لك يا صف. انت اتأخرت ثانية عنه، بس الثانية دي خدمتك في ان الكاونتر كان نزل. هي خدمتك فعلا. الحمد لله. والنتيجة 60، البؤساء 20، الحصان الأسود. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة، سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديل. 4 أسئلة ليكم انتوا، 8 تعتمد على السرعة. وخلي بالك يا صفوت، البازر مش هيشتغل غير لما كاونتر ينزل. جاهزين؟ ان شاء الله. سينما ومسرح. والسؤال هو:
من هي الفنانة التونسية التي لعبت دور ليلى في مسلسل الخروج؟ أنس. درة. درة إجابة صحيحة. درة الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 70 البؤساء 20 الحصان الأسود. الحصان الأسود المباراة كده بتطير منكم، خلي بالكم. دلوقتي السؤال التاني في الأغاني والموسيقى، وهنسمع أغنية الأول. أغاني موسيقى، والسؤال هو Never Give Up لمغنية استرالية شهيرة، فمن هي؟ صفوت. دواليبا. صفوت إجابة خاطئة. في إجابة؟ مفيش إجابة. الإجابة الصحيحة سيا من فيلم لاين. طيب السؤال الثالث في اللوحات والمعالم، والسؤال هو في أي دولة أوروبية تقع دار أوبرا سامبر من القرن السبعتاشر؟ صفت. إيطاليا. إيطاليا إجابة خاطئة. مش في إيطاليا. أنس. النمسا. يا سلام، اشمعنى النمسا يعني؟ فاكر لا شفتها في فيلم. فاكر ان انت شفتها في فيلم البتاع اللي قدام دي. البتاع اللي قدام دي في النمسا. انس. اجابه خاطئه. اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه المانيا. يا عبد، احنا ما بنجيبش اي حاجه المانيا. اشمعنى بقى؟ يعني اي حاجه جابتها المانيا ما بنجيبهاش. مش عارف ليه. من اول حلقه. من اول حلقه. طيب دلوقتي اخر سؤال في الفقره، ومحتاج شويه تركيز. السؤال اللي جاي السهل الممتنع، بس خلي بالكم اي حد هيدوس على البصر وما عندوش الاجابه في ثانيتها هعتبرها اجابه غلط. تمام. اتفقنا؟ علشان ما حدش يدوس على البصر ويفكر. تمام. سرعه البديهه، والسؤال هو كم مره تكرر رقم 22 في الصوره؟ انا اجابتك 6. 6 إجابة صحيحة. 6 الإجابة الصحيحة. والحقيقة الصورة تلخبط لأن كلها اتنينات، فتلخبط. برافو عليك يا أنس. وبكده نتيجة 80 البؤساء 20 الحصان الأسود. شفتوا بقى البؤساء؟ هم بيعملوا كده دايما. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 75,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 150,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.